Direct la faute. فهد الفيدار، الشاب الذي استطاع أن يتغلب على فقره ليصبح من أغنى رجال الأعمال في لبنان. حياته مليئة بالمغامرات العاطفية العابرة، مطوق بالحقد والغيرة والطمع، محطم عاطفياً ومعقد من الزواج. الوحش مسلسل مليء بالأحداث والمفاجآت. الوحش إليف غالي، حكي مع الوحش عمار شلا. لحتى نطلع بعمل اسمه الوحش ينزل على الجديد الوحش كمان. عمار شو رأيك بدور اللي أنت عم تلعبه، وهل دغري وافقت عليه ولا أخذت معك وقت تفكير؟ لا طبعاً، أول شيء في وحش رابع نحن ما قلنا، هو جورج إبراهيم الخوري يلي كتب الوحش الجميل، واللي اتخذ واللي روي بدران الوحش الخامس، عمل التركيبي لحتى تطلع بهذه التوليفة. أول شيء مجرد أنا ما سمعت أنه رواية جورج إبراهيم الخوري الوحش الجميل عم تنعمل مسلسل، قبل ما أعرف مين وكيف وليش، أكيد في شيء مغري كتير بالموضوع، فما بالك إذا إليف غالي هو اللي عم بيخرج. خبرينا عن نهوة، وهالقد أثرت فيك؟ ليكي بالبداية بتعرفي الكاركتير لحتى يلقط معك بده شوية وقت. بالبداية كنت مني يعني مني حاسة نهوة، بس مع الوقت صرت عن جد حس إنه كأنه أنا نهوة. وقت أزعل، وقت أكون مبسوطة بكون مبسوطة، حتى بمشاهد يعني يلي كون أنا وفهد فيهم، نهار اللي كون زعلانة من فهد قلو اليوم إنه ما تحكي معي أنا زعلانة اليوم منك، ونهار اللي كون مبسوطة كون عن جد مبسوطة. بس حابين يعرفوا المشاهدين نهايتها حزينة ولا سعيدة؟ لا هيك ما في اللي بدهم يحضروا، بدهم يحضروا. بتحسي دراما يعني رح لك دراما. حبيت حالي، انا حبيت حالي كتير لدرجه لقيت حالي اكثر من التقديم كمان، صرت مبسوطه كتير. وبقول له لإلي دائما المخرج إليف غالي، بوجه له تحيه، بقول له دائما انت نزعتني. شو رايك بنانسي الوجه الجديد؟ يعني اكيد انا لو ما اقتنعت فيها، ما نانسي كانت قبل عملت كاستنج واشتغلنا شوي على هذا الموضوع لو ما انقطعت الكهرباء، بس رجعت فضلت انه نادين الراس، مش قضية اكيد نادين، وبعدين انه فضلت انه تاخد وقتها بعد اكتر نانسي قبل ما تفوت بعمل. هالمرة عمار شفنا فيش جديد، شو هالجديد اللي شفناه؟ هلأ ليك يعني ما بدي احكي، انه كل حدا عنده اسلوب معين بشغله، وانا من الاشخاص اللي بيشتغل كتير على الممثل، يعني ما بجرب اعطيه اللي انا مثلا بحسه، ما بعطيه احساسي وما بعطيه كاركتيري، بتركه هو يتصرف. قديش انت بتسمح للمخرج انه يتدخل بتمثيلك؟ ثلاث ارباع المخرجين بالعالم، او اذا بدك النظريه المشهوره اللي بتقول، واللي انا بلوم معظم الكتاب بلبنان عليها، انه ما بتغيروا حرف، المقوله الشهيره بامريكا واللي صارت امريكا هي الاولى بعالم الموفيز وبعالم المسلسلات، هي انه اول شيء النص بيكتبه الكاتب، ثاني شيء بيكتبه المخرج، ثالث شيء واخر شيء بيكتبه الممثل. اذا هالكتيبه بين الثلاثه، او اذا هذا الاخراج وهالتناغم بين الثلاثة، وطبعا الممثلين بين بعضهم، هو اللي بيطلع العمل الناجح. فإذا اللي عم بيفكر صح، وبنفس الوقت لما بتعطي مجال للممثل انه يعطي من روحه، مشان هيك بيبين طبيعي او مش طبيعي. دارين شاهين، قناة الجديد.